فوق من 500 سنة، لأنه هو الطبل ديال الجيوش السعدية، وكانوا الأجداد ديالنا شراوه من عند واحد الخادم اللي هي كانت بقى ليها هذا الطبل، لأن كيتسمى الزوج ديالها من حبل الطبل ديال الحرب. هذا الطبل ديال الحرب ملي كيكون الطبول ديال الحرب في العساكر، في وسط الجيش ديال العساكرية السعديين، الزوج ديالها كان من حامل الطبل، وبقى عنده هذا الطبل هذا في أغلى الفوقاني في الدار، وكان بقى مرميها فوق السطح هذا الطبل هذا. أرا منين ديالنا اللي هما الأجداد ديالنا بغاو يصوبوا طبل، كان واحد في العبيد قال لهم بأن راه كاين طبل عند الخادم الفلان الفلانية ديال الزوج ديالها ملي كان مع الملوك السعديين، وبقى عندهم داك الطبل في الدار. دابا شوفوا إلا كانت بغات تبيعو ليكم شريوه من عندها. وفعلا مشاو لعندها وهضروا معاها على حسب الطبل، وخذوا من عندها الطبل بخمسة ديال القروش، هي مرا شيبانية فداك العهد هذاك، لأن هادشي اللي كنقول لك أنا تقريبا راه غير 1920 و 1921، يعني راه فوق من 100 وصف، فوق من 120 سنة تقريبا دابا ولا 100 سنة باش مشي لي هاد الطبل هذا باش شراو ديالنا. وهو كان عنده عن واحد الأسرة اللي هي كانت من العساكر ديال السعديين. وبالنسبة للجلد ديالو، الجلد ديالو كيتشونجا، أما العود هو اللي عنده هذا التاريخ هذا، تقريبا عنده فوق من 500 سنة. وراه كاينين لي ماشين، كاينين الآلات اللي هما كيبدلو بهم، كيعطيهم ليضات ديال التاريخ ديال العود. انا دايره معلومه صحيحه ماشي معلومه، لان جد الله يولي برحمه الله قال لك شرا خالي محا الله يولي برحمه الله اللي هو خالي جدي، قال لك شرا هذا الطبل هذا من عند ديك الخادم اللي هي الزوج ديالها من واحد من العساكر ديال السعديين في ذاك الزمن هذاك، هو الدرعان، لان هو الدرعان راه دوزو فيه السعديين، خلاو فيه قصور ديالهم، خلاو اثارات، يعني ماشي. وهذا الطبل هذا راه الوحيد في درعا من بين الطبوله ديال قناوه ديال درعا، راه 10 القبائل عندنا كاينه ديال قناوه في درعا، وهذا الطبل هذا هو الوحيد المميز ما بين الطبول كاملين. كتلقي الصوت ديالو كتسمعيه، كيسمعوه العبيد كيعرفوا بلي راه الطبل ديالنا هو اللي خدام، ماشي شي طبل اخر. ويكونوا كاع الطبول اخرين تلقاي نفس، ولكن اللكنه والضربه ديالو سبحان الله بوحدها معزوله، لان مصنوع من العود ديال النتل، العود ديال النتل ام دوبل، والمسمار اللي فيه مسمار حدادي قديم، المسمار حتى المسمار اللي فيه مسمار حدادي، كله هو مسمار حدادي. وهذه هي الطريقه باش كانوا كيصوبوا العود في ذاك الزمن هذا. هذا ارث كما حملنا المشعل وسلموا علينا والدينا وسلموا علينا الاجداد ديالنا، حتى حنا نطلبوا صدر ربي سبحانه الله والصحه والسلامه وطول العمر، حتى نسلموا المشعل حتى حنا الابناء ديالنا، ويسلموا شي يسلم المشعل شي يبقى هذا الموروث الثقافي اللامادي ما ينضطرش. هذه هي الغاية عندنا حنا من الحفاظ على الموروث الثقافي اللامادي ديالنا ما ينضطرش. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.